سي ميشو اصحاب قوي. كنت دايما لما اشوف علي خلف الله بحكم ان انا يعني اعرفه وهو ولد صغير عندنا في النادي واعرف والده، فدايما اشوف صورتك معاه. لا ايه علاقه بينك وبين علي خلف الله؟ والله علاقه ان احنا رحنا مع بعض الجامعه، فضلنا قاعدين مع بعض هناك حوالي 4 سنين. فعلاقتي اتطورت بقى علي، انا ما كنتش اعرف علي قبل ما اسافر، كان مجرد علاقتهم ببعض يعني كلام، اعرفه هو عمل نتيجه كويسه فبارك له يبارك لي. بس بعدين لما رحنا هناك وعشنا مع بعض كان الموضوع تطور جدا يعني، وبس بقينا قاعدين مع بعض على طول. لما رجعنا حتى كنا بنتمرن مع بعض هنا في مصر شويه، وبعدين رحنا يعني بنروح على طول بطولات مع بعض على طول كل حاجه. بتلعبوا نفس بتلعبوا نفس العومه صح؟ هو احنا بنجتمع في الماء حر. قول لي بتكون علاقتك ايه معاه قبليها وايه جواها وايه بعديها؟ والله ما فيش اي حاجه ولا يعني احنا ما فيش ما بيننا اي حاجه. ده انا اقول لك انا كان الرقم مصر باسمي في الخمسين في المية حرة. انا حطمت كنت جايب 49-90، دي كانت اول مرة حد يجيب 49 في مصر. بعدين علي جايب 49 حاجة و40 46 بالظبط. بعدين انا حطمت رقم علي جبت 49-42. بعدين علي حطمه جاب 49-10. وبعدين جبت 48-91. هو انا وعلي يعني لما جبت 48-91 علي كان نايم بقى سرير يعني، هو كان جنبي. بص علاقات جميله جدا وبكون سعيد جدا لما بلاقي الابطال بالذات في الالعاب الفرديه بيكونوا يعني بينهم وبينهم علاقات كويسه. لكن اكيد دور الجهاز ودور المدربينك في صفه عامه تقول لهم ايه النهارده وانت نجم كبير في اجواء السباحه؟ اكيد بشكرهم كلهم، بشكر اي حد يعني ساعدني في اي وقت من اول اتحاد السباحه خالص لغايه كابتن وائل عزت، وطبعا دكتور عمر تعالى مدربي، ووالدي ووالدتي واختي، ويعني اي حد اي واحد وقف في ظهري في اي يوم من الايام، حتى الناس حتى اصحابي كلهم بتوع المنتخب، الناس السباحين كلهم بشكر كل حد يعني وقف في ظهري. بنشكر كل واحد وقف في ظهرك. السوشيال ميديا دلوقتي بقت صعبه على الابطال، شفتها شايفها ازاي؟